الحمد لله الحق الذي أرسل إلينا بالحق حبيبه الأصدق، والذي سبق به من سبق وارتقى به من ارتقى إلى مراتب القرب من الحق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بمحبته تحقق، على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن دخل في عمداد آلهم وصحبهم وبهم صدق، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي ملك الملوك الإله الحق القوي المتين الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، والذي يقف كل من المكلفين خاضعا دليلا بين يديه، بل من جميع أهل السماوات والأرضين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذه حقائق تتعلق بالحق جل جلاله، مكون الأكوان، بارئ الوجود، ومنشئ هذا الخلق، ومن غير مثال سبق بديع السماوات والأرض. لا إله إلا هو، من لم يعرفه فما عرف شيء، وكلما ادعاه من معرفة فهو الذي يوصل إليه تلفه، وكلما ادعاه من علم فهو الذي يوقعه في الظلم ويخرج به عن دائرة الحكمة والحلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الغافلون عن الآخرة على ظهر الأرض لا يعلمون، بنص قول ربي فلا تصف غافلا عن الآخرة بأنه عالم، لا تصف غافلا عن الآخرة بأنه عالم، فهو عند ربي ليس بعالم، فلما يكون عندك عالم؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعزة رب الدنيا والآخرة، كل الذين يعيشون غافلين عن الآخرة على ظهر هذه الأرض مصيرهم صعب، مآلهم عقاب، غايتهم عذاب، حجاب عن رب الأرباب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أولئكم الفجار المكذبون بالدار الآخرة، الغافلون عن الدار الآخرة، الناسون للدار الآخرة. لا قيمة لإنسان وصلته رسالة الله ثم عاش على الأرض غافلا عن الدار الآخرة، ناسيا للمصير والمستقبل الكبير والمآل إلى العلي الكبير السميع البصير اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. هذه مظاهر الطغيان والغطرسة في الدنيا والاغترار بالقوى المادية وبالقوى السلطوية وباستتباع الخلق. فاستخف قومه فأطاعوه فرعون وثمود، وقالوا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وفرهين، أخذتهم الصيحة مصبحين. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. من غفل عن المحيط به ففي أي محيط هو من العلم؟ في أي محيط هو من العقل؟ في أي محيط هو من المعرفة؟ في أي محيط هو من الإدراك؟ أغرك أنهم جاءوا لك بأجهزة تواصل اجتماعي، بطائرة تمشي بدون طيار، ما عاقبة ذلك؟ وماذا بعد ذلك؟ وإلى أين يذهب بهم ذلك؟ وماذا يحقق لهم ذلك؟ أي يحقق لهم
تمشية إرادات الظلم والتسلط والتجبر أو الاعتداء على عباد الله الآخرين، هذا الذي يحققهم له ذلكم التقدم؟ فماذا يحقق لهم في قلوبهم؟ ماذا يحقق لهم في أرواحهم؟ ماذا يحقق لهم في مستقبلهم الكبير الذي لا يستطيعون أن يتخلفوا عنه ولا أن يتأخروا ولا أن يحيدوا ولا أن يفروا؟ إن إلى ربك الرجعى، إن إلينا إيابهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ رضوا أن يعيشوا بهذا المحال وهذا الضلال وهذا الذي عاقبته زوال، بدلا عن الجمال الدائم، بدلا عن العطاء المستمر، بدلا عن القرب من الإله تعالى في علاه، فماذا يغني عنه؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ كم من أصحاب المصانع ومن وصف بالعبقرية ومن وصف بالمخترع يصيح الآن في قبره، يعذب الآن في قبره، نحن نتكلم وهو يتألم. ما نفعته مصانعه؟ ما نفعته طائراته؟ ما نفعه حزبه؟ ما نفعته وزارته؟ ما نفعته دولته؟ لأنها دول الزوال، دول الضلال، والدولة للكبير المتعال أولا وآخرا. ولن يعظم سبحانه في دولته ولن يرفع إلا محمدا ومن دخل في دائرته، إلا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإنهم أصفياء ملك الملوك، فإنهم أحباب رب السماوات والأرض، ومن إليه المآب والمعاد والرجعة والمصير والانتهاء، وأن إلى ربك المنتهى. إن إلى ربك الرجعة. حقائق إن غابت فإنسانية الإنسان ذابت، وغابت عنه خصائصه، وغابت عنه مزاياه، وغابت عنه كرامته، وغابت عنه فوائده كلها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإن حقيقة الحق في الاعتبارات عندنا وعند جميع من على ظهر الأرض، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا فيهم. وإذ جمعتنا وذكرتنا هذه الحقائق يا خالق ويا من بيده أمر الخلائق، فإنا نسألك تلك الجنة، ونسألك درجات العلا فيها، ونسألك أن يكون إدخالك إيانا إليها من غير سابقة عذاب فلا نطيقه، ولا عقاب فلا نطيقه، ولا عتاب فلا نطيقه. أن لك إذا كشف الحجاب وبدت لك عظمة رب الأرباب أن تطيق العتاب، العتاب وحده أن لك أن تطيق، من أنت وأي قوة معك؟ أن لك إذا كشف الحجاب وبدت عظمة رب الأرباب أن تطيق العتاب، أن تقوى على العتاب، فكيف بالعذاب؟ اللهم أجرنا من العذاب، واكفنا شر العقاب والعتاب، فأدخلنا جنتك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب يا رب الأرباب، يا كريم يا وهاب يا الله، فإننا على الباب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، فاقبلنا يا قابل، يا مولى الفضائل، يا مجيب المسائل، يا متجاوز عن الذنوب الثقال، يا مولى الموال، ارزقنا في مجمعنا الإنابة إليك، وعد علينا عوائد المنيبين. كان في مثل ذي الليلة يقوم خاشع من الخاشعين
وعارف نعرفين معه من الأرباب المعرفة يذكر الناس وتسري سراية الخشوع والخضوع وحسن الرجوع ووافر من بكاء القلوب وانهمار الدموع وتنهل عليهم من الحق المزايا جل جلاله. كان الإمام علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله يقوم مذكرا بالله بعد أن يقدم من الأصفياء ومن الأوفياء ومن الأولياء من رؤيته ترقق القلوب وتقرب إلى علام الغيوب وتسل من القلوب العيوب، تسل من القلوب العيوب، مداواة عجيبة لمتخصصين خصصهم الحق بخصائصه فجعل نظرهم إكسير يداوي ويعالج. وقد رأينا الآن بالمنظار يفتتون أحجار هذا وبالمنظار يعملون عملية لهذا وبنظر هؤلاء يصلح الله القلوب. وكان يقول لا للجميع ما جمعتكم إلا لتنظروا لهذه الوجوه وتشوفوا هؤلاء الناس ليسري في قلوبكم الاستئناس برب الناس جل جلاله حين يبدو الجمال في وجوه أرباب الإقبال وأهل السعادة والكمال من أهل شريف الخلال الذين رضي عنهم مولى الموال وتحلوا بحلية مولى بلال باهي الجمال بدر الكمال ذي النور المتلال سيدنا سندنا قدوتنا معلمنا حبيبنا طبيبنا أنسنا فرحنا عزنا كرامتنا نورنا هدانا حظنا من الأنبياء، حظنا من الأنبياء، حظنا من الأنبياء. اسمه محمد، 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 اسمه محمد، اسم شريف، اسم كريم، اسم عظيم، على العرش منقوش وبه النور مفروش، واسمه أحمد واسمه حامد واسمه محمود واسمه حق واسمه نور واسمه هدى واسمه تقى واسمه بشير واسمه نذير واسمه سراج منير. العلي الكبير سماه سراجا منير وخاطبه يا أيها النبي إنا أرسلناك، نحن الذين أرسلناك، قال لهم يسمعوا، قل لهم كلامي هذا، قل لهم نبي كلم يا أيها النبي إنا أرسلناك، قال لهم يسمعون، قال من آمن بك يسمع، إنا أرسلناك، أنا أرسلت من عندي جيتهم، خلهم يعرفون من أنت منين جيت، قل لهم احذروا من الخلفيات والمرجعيات، حزب دولة صغرى كبرى، شو أنا من عنده من عند من جيتكم، شوفوا تعالوا هنا، تعالوا إلى المرجعية هذه، تعالوا إلى السنة الباهرة هذه، إنا أرسلنا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. قل لهم تصريح من عندنا، ايش يبغوا هؤلاء الناس كلهم، انا من عنده جيت، يا ايها الناس اني رسول الله، رسول الله لكم جميعا، من عندي جيت، الذي له ملك السماوات والارض، تعلقون بمن، تعظمون من، تخافون من، الذي له ملك السماوات، انا من عنده جيت، اني رسول الله اليكم جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا بهداه الذي من اهتدى به فهو من أهل جنتك، هو القائل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عبى، فاهدنا يا رب هذه الليلة هذه الهداية تطيع قلوبنا تتبعها قوالبنا، فننصرف من مجمعنا بقلوب مطيعة، ومن يسمعنا قلوب مطيعة منقادة خاشعة خاضعة محبة راغبة طالبة لما عندك مقعظمة لك مقدمة لك على ما سواك مكبرة لجلالك وعزتك تقول الله أكبر، فتنزاح عنها ظلمات الكدر تعرف سر الله أكبر، والذين تحققوا بحقيقتها
إذا وقفوا أمام قصور من طغى وتجبر فقالوا الله أكبر، تهدم بهم القصر وتكسر. الله أكبر. جل جلاله وتعالى في علاه: اجعل قلوبنا مطيعة يا رب، ننصرف على طاعة الرسول بالصدق بالمحبة بالتعظيم بالإجلال إلهنا. هذه خصائص تخص بها من تشاء من عبادك، وقلوب أكثر خلقك تطيع النفوس تطيع الهوى، تطيع شياطين الإنس تطيع شياطين الجن، يخسرون في الدنيا والآخرة، فجنبنا ذلك. وفيهم من في هذه الطاعة السفلية الساقطة الهابطة ضرب المثل بالتفاني والإعطاء والمسارعة والتنفيذ والبذل، وهو في سفل، وهو في سفل، وهو في ظلمة، وهو في كفر، وهو في معصية. يا رب قوم خصصتهم طاعة وانقادت قلوبهم لك انقياد عذب جميل مربوب لرب، عبد لسيد، عابد لمعبود، مخلوق لخالق. ما عجب هذا الانقياد، ما عجب هذا الجمال. مخلوق يعرف خالقه، يخضع لخالقه، هذا جمال الوجود، هذا جمال الكون. ولكن معبود يخلي الذي خلقه أوجده ويروح يستعبد لذا 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 لشهوة، لطغيان، لسلطة، لجماعة، لطائفة. هذا القبح، تعرف القبح؟ هذا القبح، هذا المنظر المودي المؤلم للقلوب. الجمال المخلوق يطيع خالقه، عبد يلبي سيده، مصنوع يعرف صانعه. هذا الجمال، هذا الجمال، هذا الجمال مستمر مستمر. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما مظاهر الجمال الناقص والقاصر والزائل على ظهر الأرض كلها؟ وإن من قرية، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم نختبر أيهم أحسن عملها. وإنا لجعلون ما عليها من كل هذه الزينة صعيدا جرزا، ولا يبقى فيها شيء، ولا يبقى منها شيء. لكن يبقى سر طاعة القلب للرب، هذا جمال يبقى، هذا قداسة تستمر، هذا نعيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسر القرآن الذي أنزلت والنبي الذي أرسلت، اجعلنا جميعا من أهل جنتك يا الله. قنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقد أخزيته، فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. لا تخزنا يوم يبعثون، لا تخزنا بحقك عليك يا ربنا، لا تخزنا يوم يبعثون. لا تعرض أحد من رجالنا ولا من نسائنا، لا ممن يحضر ولا ممن يسمع، لا تعرضهم لخزي يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واجعل قلوبنا سليمة مسلولة السخيمة، بنظرة تشفي قلوبنا السقيمة، وأمراضنا كلها وعللنا كلها، فمن لها من لها يا الله يا إلهنا. نبذل ما في وسعنا بتوفيقك وبكرمك وإحسانك، ولكن نطلب الأمر منك. بذلنا لما في وسعنا نطلبه منك، والإصلاح لقلوبنا نطلبه منك، والتصفية لها والمداواة نطلبه منك. فأنت أنت ومن غيرك، ومن غيرك، ومن غيرك. نرجع إلى من في ملكك، من في قبضتك، من تحت قهرك. سفاهة، الملك ملكك، الأمر أمرك، الأرض أرضك، كواكب كواكبك، شمس شمسك، النجوم نجومك، السماء سماءك، العرش عرشك، كرسي كرسيك، جنة جنتك، النار نارك، الملائكة ملائكتك، والخلق كلهم خلقك وعبيدك وفي ملكك. فما بقي إلا أنت.
ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فخذ بقلوبنا إليك ونواصينا إليك، ارزقنا صدق الطاعة بالرغبة بالمحبة بالإقبال بالوجهة التامة يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، أكرمهم بحلاوة الطاعة وذوق الطاعة ولذة الطاعة، واجعل قلوبنا وقلوبهم لك مطيعة. أتم الطاعة وأقوى الطاعة وخير الطاعة وكلية الطاعة بكلية القلوب يا مقلب القلوب والأبصار يا الله يا الله. ورب إنسي ورب جني يبيت الليلة وقد فتح الوهاب له من خزائن وهبه ما جعل قلبه في أعلى مراتب الطاعة إلى الأبد، وهذا عطاء الواحد الأحد، ولكن لنا رجاء أن ندخل فيهم وأن نحصل من بارئنا ما يعطيهم. يا مقلب القلوب والأبصار، كم من قلب يبيت على الظلمة ويبيت على الكدر ويبيت على الإغفال والإهمال والإعراض عنك، فارحم قلوبنا ولا تجعل في بيوتنا قلبا معرضا عنك ولا متوليا عن أمرك ولا ناسيا لذكرك، ارزقنا صدق الإقبال عليك يا الله حتى نذوق حلاوة إقبالك علينا. إقبالك علينا إقبالك علينا، فوز عبد أقبلت أنت عليه. أنت أنت ومن أنت؟ لا إله إلا أنت. أنت تقبل على بعض عبادك سبحانك، يا ما أعظم فوزهم من تقبل عليهم من هؤلاء العباد، يا ما أجل شرفهم وكرامتهم. أنت تقبل عليهم، أنت تقبل عليهم، فما أعجب حالهم، ما عجب حالهم بين الملأ الأعلى وبين الملائكة. أنت تقبل عليهم؟ نعم ربي رب العرش رب كل شيء، يقبل على من يشاء، يقبل على من يشاء، فإن أسعدك ما دمت في العمر قبل الانتقال بإقباله في لحظة من اللحظات سعدت سعادة الأبد، سعدت سعادة الأبد، وتهيأت لمرافقة محمد. أقبل يا رب، أقبل بوجهك الكريم علينا يا ربي يا ربي يا ربي، زحزح هذه الظلمات والأوهام التي بها بعض القلوب ما عرفت حتى معنى الإقبال لا منها ولا عليها، ولكننا في ساحة كرمك وإفضالك ونرفع إليك السؤال بعد السؤال. زحزح عنهم هذه الظلمات وأبعد عنهم هذه الأوهام والخيالات، ليحضروا معك ويظفروا بنظرك إليهم وإقبالك عليهم يا ربنا يا الله. ملك الممالك سألناك ذلك، يا ملك الممالك سألناك ذلك، يا ربنا سألناك ذلك لنا ولهم، فارحم هذه القلوب، فأي قلب لم ترحمه لم يجد غيرك يرحمه ولا يكرم ولا يقبل ولا يعرف ولا يقبل عليه. وما للقلوب إلا مقلبه، فيا مقلب القلوب بالحبيب المحبوب وقفنا عليك لتنقيها عن الشوب وتنصفيها من الكدر والكروب وتنقيها من جميع الزيغ والزلل والعيوب. فلا نبيت إلا لك ومعك وبك، ولا نضل إلا معك وبك ولك، ولا نحيا إلا معك ولك وبك، ولا نموت إلا معك ولك وبك يا الله، باسمك نحيا وباسمك نموت يا الله، باسمك نضع الجنوب وباسمك نرفعها يا الله، باسمك ننطق ونتكلم
وباسمك نسكت ونصمت يا الله، باسمك نتحرك وباسمك نسكن يا الله، باسمك ندخل وباسمك نخرج. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا الله يا الله. ماذا أدركنا من عظمته؟ بماذا شعرنا من عظمته؟ ماذا عرفنا من عظمته؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله يا أخواننا، يا طلابنا، يا أحبابنا، يا من يسمع. ما أعظم هذا الأمر، ما أعظم هذا الإله. إنه الله يا أحباب، الله يا إخوان، الله يا أصحاب، الله يا سامعين. ماذا نقول لكم؟ إنه الله، أقرب إليكم من كل شيء، أعلم بكم من كل شيء، أرحم بكم من كل شيء، أقدر عليكم من كل شيء، بيد أمركم في كل شيء. إن كان أي شيء يوصف بأنه حاضر فحضوره لا يساوي شيء بالنسبة لحضور هذا الإله. إن كان يوصف أي أحد بأنه ناظر فنظره لا يساوي شيء بالنسبة لنظر هذا الإله. إن كان يوصف أحد شيء بأنه سامع فسمعهم لا يساوي شيء بالنسبة لسمع هذا الإله. الذي يجول في خواطركم يسمع ويعلم السر وأخفى. إن كان أي شيء منكم قريب فقربهم لا يساوي شيء من قرب هذا الإله، ولو كانت ثيابكم ولو كان حبل الوريد الذي فيكم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فما يساوي قرب عمامتي هذه مني، ما يساوي قرب يدي هذه مني. قربه أعظم، قربه أكرم، قربه أجل. لا تنصرفوا لغيره، لا تضيعوا الفرص، لا تضيعوا المنح، لا تضيعوا الخلع. يأمر الله ملائكته يلبس ذا يلبس ذا يلبس ذا، أعوذ بالله، يلبس اللي بجنبك ويتركونك لأمر يراه منك، لأمر يطلع عليه في سرك. توجه إليه يقول لا تحرمنا خير ما عندك، قل يا رب لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، يا ربنا لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، يا ربنا لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، يا رب لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يا قريب يا قريب، يا عليم يا رحيم، يا سميع يا بصير، يا حاضر يا حاضر يا حاضر، يا موجود يا موجود يا موجود. وله الوجود الحق لا لغيره، الوجود الحق لك وحدك لا لغيرك، فما وجد غيرك إلا بك. فالوجود الحق لك وحدك، يا موجود يا معبود يا مقصود يا مشهود، يا من ليس غيره بذاته موجود، يا رب الوجود، يا بر يا ودود بزين الوجود، وصاحب المقام المحمود. رقنا مراق الشهود، سعدنا بأعظم السعود، واجمعنا بجنات الخلود، زقنا في باقي أعمارنا حسن الوفاء بالعهود، حسن الوفاء بالعهود، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله. معظمه معظم اسمه، واسمه الله، اسمه
الله اسمه اسمه الله. الله كلمة حالية عالية غالية، والله ما نطق قلب ولا لسان بمثل هذه الكلمة. قط 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 بكل معنى ومن كل وجه وبكل اعتبار. الله الله تعالى في علاه، اسم ربكم، اسم إلهكم، اسم خالقكم، اسم منشئكم، اسم فاطركم، اسم موجدكم، اسم المطلع عليكم، اسم المحيط بكم، اسم الناظر إليكم، اسم من ترجعون إليه، اسم من يحكم بينكم يوم القيامة. الله، نعم اسمه الله، اسمه الله، اسمه الله، 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 الله. يا من شرفتنا بالنطق باسمك، عرف قلوبنا عظمة المسمى، جلال المسمى، كبرياء المسمى، كمال المسمى، ألوهية المسمى، ربوبية المسمى، إحاطة المسمى. يا الله يا الله يا الله، بكل عزة نقول يا الله، بكل افتخار نقول يا الله، بكل ذلة نقول يا الله، بكل انكسار نقول يا الله. ولئن قبلت منك الساعة لترين خبرها يوم تقوم الساعة، والله إن لها لخبر هناك، والله إن لها لخبر هناك. في كريمي وشريفي وحسني وجميلي وجيدي وفاضلي خبرها اجعلنا هناك يا رب، في أصفى ما تجلب وأحسن ما تجذب وأعلى ما تكسب وأكرم ما توصل إليه، اجعلنا في ذاك الخبر في يوم نحشر مع صفوة مضر خير البشر إلى أعلى مستقر. يا كريم يا بر، إنا ندعوك وإنا نرجوك، فأكرمنا بالقبول، شفع فينا هذا الرسول، اجعلنا كلنا في دائرته، في متابعته، في محبته، في نصرته ظاهرا وباطنا بكل ما آتيتنا. يا من لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ويا من قلت سيجعل الله بعد عسر يسرا، نسألك لكل عسر رأيناه أو أحسسنا به يسرا واسعا من يسرك الوسيع. يا وسيع يا الله، نشهده ونذوق في الدنيا قبل الآخرة. يا الله يا الله يا الله يا الله، ولك الحمد ولك الفضل ولك الشكر ولك المنة ولك الطول ولك الإحسان ولك الامتنان ولك الجود، يا جواد يا بر يا ودود. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا مبعودا ولا شقيا ولا من تعرض عنه. اقبل بوجهك الكريم علينا، اقبل بوجهك الكريم علينا، نبيت وأنت مقبل علينا، ونظل وأنت مقبل علينا، ونحيا وأنت مقبل علينا، ونموت وأنت مقبل علينا، برحمتك برافتك بما أنت أهله. يا الله يسعدك بها يوم لقاه، وبالانكسار والخضوع قل يا الله. يا أكرم من يلبي النداء، يا أسخى من يجيب الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا الله دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلِّ وسلِّم على المختار
نور الأنوار وسر الأسرار واجزه عنا خير الجزاء. وسلم معه على آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من نبي المرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.